يا بوبز، قولك بشتري بلاي ستيشن 5 نسخة الديجيتال ولا هيدا اللي عنده كرش؟ لحظة، شو قصدك عنده كرش؟ لك هيدا لو اللي بقلبه مدخل أقراص. مدخل أقراص كرش صار. أوكي كمل. والله أنا محتار، ولا أقولك بشتري بلاي ستيشن 4 سليم، بس بيقولوا هني إنه البلاي ستيشن 4 الفات أقوى من السليم. لحظة، مين اللي بيقول؟ لك ما بعرف، هني هيك بيقولوا. أقوى قلت لي، كمل. وكمان بيقولوا إنه السليم أقوى من البرو. السليم أقوى من البرو عم تقول؟ والله شكلك يا عزيزي المتابع ضايع شوي. فوالله أنا محتار شو بدي اشتري، بشتري برو ولا سليم ولا فايف ولا ديجيتال؟ عزيزي المتابع، لح قلك على سر خطير، أنا قتلت موفاس. لحظة، أنا فت بالجو شوي. عزيزي المتابع، البلاي ستيشن 2 أقوى من البلاي ستيشن 5 ولا البلاي ستيشن 4 برو. السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم عنا فيديو جديد عن بعض الأسئلة والأشياء المفهومة بطريقة خاطئة اللي بتجيني عن القناة، اللي رح ناقشها مع بعضنا ونفهم مع بعض يعني شو الصح وشو الغلط. فبدون ما نطول عليكم عزيزي المتابع، نزيد عمنا بلايك وهيك اشتراك، واكتب لي تعليق هيك تسليكي. استمر يا أسطورة، يا مبدع، يا أسطورة الأساطير، يا بطل الأبطال، يا بطل المجرة، وهذا التعليقات التسليكية يعني طبل لي مثل ما بيقولوا. ويلا على الفيديو بدون طولة سيري. أول شي، في كتير ناس حاليا عم تبيع البلاي ستيشن 4 وعم تجيب شوية مصاري من البابي والأصدقاء، أو عم تجمع وتشتري البلاي ستيشن 5، وصراحة شي جدا جميل. ولكن المشكلة وين؟ إنه لما تيجي تشتري البلاي ستيشن 5 بتلاقي قدامك نسختين. نسخة يا معلم فت هيك جسمها بجنن مثل بيقولوا سكسي، يعني ما عنده ولا كرش ولا شي، عاملة ريجيم على المزبوط، وهي نسخة البلاي ستيشن 5 الديجيتال. وفي عندك نسخة يا معلم قليل مروة، ما له خلاق يتحرك، بياكل كتير وعنده كرش مثل واحد صاحبكم يعني، وهو البلاي ستيشن 5 نسخة الأقراص. هلا انت بتجي بتسألني، طيب يا بوبز اي اقوى؟ انا بسمع بيقولوا لانه الأقراص اغلى فهي اكيد اقوى. لحظة عزيزي المتابع، انت فاهم اشياء غلط. سوني لما نزلت الجهازين عملت شيء غريب، نزلت جهاز بمدخل أقراص وجهاز بدون مدخل أقراص، بدون أي فرق ملحوظ بيناتهم غير مدخل الأقراص. يعني عشان وضح لك أكتر عزيز المتابع، بما أنه عجبتك فكرة الكرش وهول، يعني سوني قالت أنه نحن خلينا ننزل بلاي ستيشن 5، ونزلت بلاي ستيشن 5، ولكن حسب التصميم اللي عملته للأسف طلع عنده كرش، طلع عنده هيك حبة جانبية وشكله بيغزي صراحة. فسوني طلعت هيك قالت لك لا، ما بيصير يا معلم هيك، نحن يكون عندنا كرش وما بعرف شو، لازم نعمل له رجيم. فاخونا البلاي ستيشن 5 عمل رجيم وراح من عنده مدخل الاقراص وصار شكله احلى فقط لا غير. هلا انت عزيز المتابع بدي اسالك سؤال، انت تخين وعندك كرش، لما تقرر انك تعمل رجيم شو بيروح منك؟ الدهون. هل بتروح منك عين؟ يعني اكيد لا. هل بتفقد اجر؟ اكيد لا، بيروح فقط الدهون، بصير شكلك احلى وسكسي اكتر يعني، والاشياء الغريبه هول. فسوني هيك عملت مع البلاي ستيشن 5، فقط شالت منه الكرش اللي هو مدخل الاقراص، يعني صار في عندك بلاي ستيشن 5 بمدخل اقراص وبلاي ستيشن 5 بدون مدخل اقراص، بدون اي فرق تاني غير السعر. فالبلاي ستيشن 5 لما عمل ريجيم صار وزنه اقل وصار سعره اقل ب $100. هلا شوف، هو صار حقه $400 بلا اقراص، ولكن طبعا اسعار هيدي فقط اسعار رسميه، الاسعار الفضائيه ما لي علاقه فيها يعني. فبدال $500 صار حقه $400 لانه اخونا عمل ريجيم وراح مدخل الاقراص. عزيزي المتابع، اذا ضعت خذ فنجان قهوه وكمل معي. فحرفيا بين الجهازين ما في اي فرق، لا بالفريمات ولا بالمعالج ولا بالجرافيك ولا بالاس اس دي ولا بالتخزين ولا شيء ابدا، فقط عندك واحد باقراص واحد بلا اقراص. طيب انت شو بتختار؟ عزيزي المتابع حسب احتياجك. هلا في نوع من الناس بتحب تشتري العابها كلها ديجيتال من ستور سوني، ما بتحب تشتري نسخ فيزيائيه او اقراص، فبتحتاج تدفع $100 زياده وتشتري نسخه الاقراص، لانه هي ما رح تشتري اقراص اصلا، رح تشتريهم كلهم ديجيتال، فبنصحك انك تشتري نسخه الديجيتال. ولكن عزيزي المتابع، اذا انت من النوع اللي بيشتري مثلا اقراص مستعمله بيرجع ببيعها او ببدلها وبيجيب بسعرها غير، او مثلا تشتري لعبة ديمون سولز ب$70 بلعبها بتختمها بعدها بتبيعها مثلا مستعملة ب$40 وبسعرها بتشتري شي تاني، فاذا انت بتعمل هالاشياء فاكيد لازم تجيب نسخة القرص، لانه اذا جبت نسخة بلا قرص رح تضطر تشتري كل العابك ب$60 من ستور سوني الا اذا عليها عروضات يعني، طبعا ما فيك تتاجر فيها وترجع تبيعها، يعني اذا اشتريت لعبة ما عجبتك فمصيبة عزيزي المتابع. فحسب اهتمامك وحاجاتك بتختار شو اللي بيناسبك. اذا بتحب العاب الديجيتال بتحب تشتري العابك اونلاين، تشتري بلاي ستيشن 5 الديجيتال. اذا بتحب الاقراص والنسخ الفيزيائية وبتحب تبدل وتبيع وتشيل وتحط، جيب نسخة البلاي ستيشن 5 اللي عنده كرش او مدخل اقراص. هيك بنكون فهمنا اول شيء. طيب بالنسبة للبلاي ستيشن 4، لانه اكيد لحد الان في كتير منا عم يشتري بلاي ستيشن 4، لانه طبعا في كتير ناس لحد الان عندها بلاي ستيشن 3 فعم تقرر تعمل ابجريد، فبتشتري بلاي ستيشن 4 ولكن بتتفاجئ انه عندك 3 بلاي ستيشن 4، عندك البلاي ستيشن 4 العادي او الفات، عندك البلاي ستيشن 4 سليم هيدا الكتكوت النعنوع، وفي عندك البلاي ستيشن 4 الجاينت الضخم العملاق البرو. فانت هم تحتار شو بختار.
اول شيء عزيزي المتابع حط لي البلاي ستيشن 4 برو على جنب. خلينا نحكي عن الفات والسليم. سوني اول شيء عملت بلاي ستيشن 4 فات، نزلته على السوق وباع وعادي وما احلاه، ولكن قررت انها تعمل بعدين جهاز شكله احلى، وزنه اخف، وايضا شكله اصغر، يعني على المكتب ببين اصغر، ببين شكله هيك ارقى يعني واحلى. فقررت انها تعمل البلاي ستيشن 4 سليم، ولكن بدون اي فروقات تذكر غير الوزن والشكل. يعني كمان مثل ما قلت لك عزيزي المتابع، البلاي ستيشن 4 الفات او العادي والبلاي ستيشن 4 سليم نفس القوه، نفس الجرافيكس، نفس الفريمات، نفس المعالج، نفس التخزين، نفس كل شيء، ما في فرق ولا شيء بالمره عشان ما تضيع. يعني انت شوف شو الارخص واشتري، ما في داعي يعني تقول والله بشتري سليم لانه السليم اقوى. لا لا لا، صح السليم اجدد من الفور العادي ولكن ما في اي فرق. ولكن اذا صح لك تشتري سليم بما انه اجدد فاشتري عادي يعني. اما بالنسبه لاخونا البلاي ستيشن 4 برو فهيدا وضع تاني تماما. سوني لما عملته كي يكون جهاز برو اقوى من البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 4 سليم تماما، يعني ما فيك تقارنهم. بيشغل لك الالعاب بجوده اعلى، ممكن توصل ل 4K مع 30 فريم ببعض الالعاب، وايضا الاس اس دي تبعه اسرع والمساحه التخزين اعلى. فالبلاي ستيشن 4 برو غير تماما البلاي ستيشن 4 العادي والبلاي ستيشن 4 سليم. اذا انت معك ميزانيه ضعيفه واحتياجاتك بالالعاب مش قويه، بتلعب بس فورتنايت وكم لعبه، فيك تشتري البلاي ستيشن 4 العادي او السليم. اذا انت بدك تجيب تجربه اعلى اشتري البلاي ستيشن 4 برو عشان تجرب كل الالعاب باريحيه تامه. اما اذا انت دلوع المامي والبابي فحول دغري على البلاي ستيشن 5 عشان يضل معك لقدام كم سنه. فبعتقد يا شباب هلا صار مفهوم الفرق بين السليم والبرو والفات، وايضا بين الفايف الديجيتال والفايف العادي. ولكن هون بيجي السؤال، ليش انا ما حكيت عن الاكس بوكس سيريز اكس والاكس بوكس سيريز اس؟ لانه عزيزي المتابع بكل بساطه مايكروسوفت لما نزلت الجيل الجديد عندها سياسه مختلفه عن سوني، فهي ما نزلت جهازين بيشبهوا بعض. فجهاز الاكس بوكس سيريز اكس مختلف تماما عن جهاز الاكس بوكس سيريز اس، موجه لفئه مختلفه لناس مختلفه. الاكس بوكس سيريز اس ما بيتقارن ولا 1% مع الاكس بوكس سيريز اكس. واذا حابب تعرف معلومات اكثر عن الاكس بوكس سيريز اس في فيديو انا عملته بالقناه، فيديو خرافي ومونتاج رائع وافضل فيديو بالتاريخ فيك تشوفه من الاي اللي فوق، بتاخذ فكره عامه عن الاكس بوكس سيريز اس، هل بيناسبك، هل ممكن تشتريه او لا. وبس هيدا كان موضوع اليوم، بتمنى يكون عجبكم، بتمنى تكونوا فهمتوا اذا في اشياء ما كنتوا فاهمينها صح، لانه في كتير ناس صراحه بتضلت تسالني بالتعليقات بشتري 4 ولا 4 سليم ولا 4 برو ولا ما بعرف شو. فبتمنى تكون الامور صارت اوضح. وبس عزيزي المتابع هذا كان كل شيء اليوم، بتمنى يكون عجبك الفيديو. اذا عجبك الفيديو تعال لنا اشترك. لا لا لا، يلا سلام.